اللي بعد كده هي ان انا همسك الكيرفات ديت وابدا اديلها سمك، فاديلها حاجه اسمها بايب وهدي نص قطر البايب وليكن مثلا 1/10، او خلينا مثلا نتكلم عن 25%، المنظر ده تمام. طيب دلوقتي يبقى انا عملت اليونت الاصلية، عايز اليونت ده يبدأ يتكرر على شكل دائري. في عندنا حاجة اسمها بولر اري. البولر اري دي بتاخد عنصر وتبدأ تكرره على شكل دائري تمام. طيب البولر اري لازم يكون فيه نقطة الأصل أو نقطة البلين اللي هيبدأ يلف حواليها، فأنا هعمل بوينت، هعمل كونستراكت بوينت، حطها هنا كده وأخليها في اتجاه الإكس تكون على بعد وليكن مثلا 50، بحيث ان انا لو جيت الف اي عنصر هيلف حوالين. تعال نجرب كده ايه، نلف العنصر ده يبقى كده بالظبط هيلف حوالين على بعد 50 متر. طبعا المفروض يزيد عن كده مثلا وليكن 100 متر مثلا بالمنظر ده تمام. طيب عدد العناصر اللي هيلف، عدد العناصر وليكن مثلا اقول له عايز 20 عنصر، حطهم في ان تمام، بتحكم في العدد من هنا. طيب دلوقتي انا عايز، مش عايز يلف بس اللوفت، عايز يلف جميع العناصر اللي طلعت معايا، اللوفت والبايبس اللي طلعت من هنا دي كلها عايزه تلف معايا، فادخلهم كلهم ميرج جوه ليست واحده. هعمل ميرج وادخل جوه الميرج ده اللوفت والثلاثه بايبس دول وايه بالشكل ده. ممكن برضو الخطوط، يعني ممكن مثلا الخطوط اللي ظهر اللي انا عملتها من الانتربوليت دي ممكن برضو اديلها بايب ويبقى نص قطرها مثلا 1/10، وايه ادخلها في الميرج بحيث ان هي تتكرر معايا في العناصر كلها. طيب كويس اوي، دلوقتي انا عملت اليونت اللي هي على شكل ورقة الشجر دي. طيب عايز ابدأ اعمل اليونت اللي في النص بين كل ورقة والتانية، او كل تغطية والتانية، ودي بصراحة محتاجة ايه، محتاجة اركز فيها شوية علشان يكون الموضوع سهل. يعني مبدئيا كده لو جينا نركز في اليونت ديت انا محتاج ايه بالظبط، انا محتاج الكيرف ده ومحتاج الكيرف ده بحيث ان انا هبدأ اعمل بينهم لوفت مثلا او اعمل اي حاجة اقفل بيها المنطقة ديت. وبعدين الحاجة اللي هتتعمل دي محتاجة اكررها تاني، الحاجة اللي هتتعمل ديت احتاج ان انا اكررها تاني او ادخلها جوه الاري تاني عشان تلف 360 درجة وتتكرر في المناطق البينية تمام. طيب الكيرف ده هحصل عليه ازاي؟ الكيرف ده هحصل عليه من هنا من الكومبوننت اللي انا طلعته اللي هو الكيرف ده، الكيرف الموجود هنا ده تمام، او ده ناحية اليمين. طيب الكيرف ده هحصل عليه ازاي؟ الكيرف ده يا جماعة هيكون عبارة عن ايه تاني، الكيرف ده هحصل عليه من هنا. طيب الكيرف ده هو في الحقيقة في الاصل كان عبارة عن الكيرف دوت اللي هو في الحالة ديت هنا كده، ولما عملت له بولر اري هاخد اول عنصر في البولر اري اللي هو العنصر ده اللي هو رقم واحد في البولر اري، هاخده واقتطع منه ايه الكيرف اللي هنا، وبعدين الكيرف اللي انا اقتطعته ده والكيرف ده هعمل بينهم لوفت. تعال نشوف كده هنعملها ازاي. يبقى انا عندي اول حاجة الكيرف اللي موجود هنا، اول حاجة ايه، خلونا نخفي الحاجات اللي انا مش محتاجها
اخفي البولر الري خالص. و والمرج مثلا والبايب. طيب يبقى انا عندي الكيرف ده اللي هو ايه بدأ يظهر باللون الاخضر ده، هاخده معايا تمام. طيب والكيرف التاني اللي هو موجود هنا ده، هاخد الكيرف التاني واعمل له بولر اري، يعني ادخله نفس البولر اري ديت فنلاحظ ايه. طبعا لو انا عملت لها، لو لغيت البريفيو هلاحظ ان هو اتكرر كده ايه عدد من المرات. انا محتاج اول مره بس، فاجي اعمل ليست ايتم واختار رقم واحد. فنلاحظ ان هو ايه دلوقتي اصبح الخارج من هنا هو العنصر ده بس، وانا معايا طبعا العنصر ده في الاصل من هنا اللي هو ده. الاتنين دول هبدأ اعمل بينهم وليكم مثلا هعمل لوفت. او اعمل بينهم ميرج الاول عشان اعمل لوفت. تمام. طيب هعمل فلاتن علشان الليست دي تبقى ليست واحده. فهنلاحظ ان هو ايه على طول عمل لوفت وقفل المنطقه دي. طيب اللوفت ده انا محتاج ادخله معايا في الاريه الاصليه اللي هي ديت عشان يبدا يتكرر. طبعا هعمل بريفيو للاريه ديت وهمسك اللوفت اللي طالع هنا وادخله جوه ايه جوه الميرج بتاع العناصر كلها، يعني الميرج ده هو اللي بيجمع العناصر دي كلها مع بعض. فبالتالي يبقى انا كده ايه يعتبر قفلت التغطية بتاعت الاستاد كلها. فاضل لي بقى ان انا اقعد اشتغل على الاستراكشر بتاع العناصر دي. وليكن مثلا هبدأ اعمل ايه، همسك الكيرفات اللي انا عملت لها لوفت دلوقتي اللي هو الكيرف ده والكيرف اللي طالع من فوق. انا هعمل كومبوننت كيرف عشان ايه الدنيا ما تبقاش بعيدة عن بعض. هعمل كيرف واجيب الكيرف اللي هناك انا عندي الكيرفين دول، هاجي اعمل لهم ديفايد عشرين مثلا. في غلط، لا انا مش عايز الكيرف ده، انا عايز الكيرف التاني. هجيب الكيرف التاني اللي هو ايه ده، في اصبح عندي ايه دلوقتي عملت لي ديفايد فاصبح هنا كده وكده. هعمل لاين يوصل بين النقط اللي انا عملت لها ديفايد دلوقتي. وبعدين هعمل بوينت اون كيرف عشان اجيب السنتر بتاعهم. ممكن البوينتس دي مثلا احركها، اعمل موف مثلا. الموف ده هيكون على شكل فيكتور مثلا كونستراكت. تبقى في الاكس والزد مثلا، هيبقى في الاكس قيمة وليكن مثلا 1 متر. ماشي. وفي الزد هيبقى مثلا بقيمة 1 متر. تمام. ممكن اعمل ايه، يبقى عندي دلوقتي النقطة الاولى اللي هي بتاعة ديفايد، والنقطة التانية اللي هي هتبقى بتاعة الموف، والنقطة التالتة هي الديفايد التاني. وهعمل بينهم ايه، هعمل بينهم ارك 3 بوينت مثلا. اعمل ارك 3 بوينت، امسك النقطة ديت كده، والنقطة التانية هتكون هي اللي هتعمل لها موف،
والنقطة التالتة هتكون هي النقطة ديت، فلاحظ اوتوماتيك ان هو وصل بينهم بارك. يعني ممكن حتى الموف هنا اعمل له مثلا موف اكتر من واحد، ممكن اعمل مثلا 3. في الحالة ديت هعمل اللوفت بقى ايه، اللوفت مش هيبقى ده، يعني هلغي اللوفت اللي انا عملته في الاول وهستخدم اللوفت الجديد اللي هو هيكون في الارك بين الارك ده. ده اللي هدخله جوه الميرج تاني علشان يتكرر، فيبقى عندي حاجة بالشكل ده. تمام، ممكن بقى أبدأ أعمل استراكشر يوصل بين الحاجات دي كلها. فهاجي أعمل لاين يوصل مثلا بين النقطة الأولى وبين النقطة اللي عملت لها موف، ولاين تاني يوصل بين النقطة التانية والنقطة اللي أنا عملت لها موف، واللاينين دول هديلهم بايب، هديلهم سمك. هيبقى مثلا بسمك 1/10 أو ممكن يزيد زي ما أنا عايز. هزوده أكتر، اعمل لاين تالت ما بين النقطة اللي انا عملت لها موف والنقطة اللي انا ما عملت لهاش موف اللي هي اصلا واقعة على الكيرف. تمام، وهعمل لهم برضو هعمل لها بايب كده، ممكن اخلي البايب بتاعها يكون اصغر شوية، تكون الاسطوانة شبكة اصغر كده مثلا. وهعمل لاين وهعمل برضو بايب الخط الافقي اللي موجود هنا اللي هو اصلا في الاصل كان اللاين ده. كل الحاجات دي هدخلها في ميرج علشان في الاخر يتكرروا برضه، ادخلهم في الميرج الكبير بقى. شايفين لما يطلع خط منقط كده معناها ان هو لسته موجوده جوه لسته التانية. تمام، وبعدين همسك الميرج ده وادخله في الميرج الاصلي اللي هو بتاع البولر اري عشان يبدا يكرر العنصر. انا دلوقتي عملت ايه، عملت التغطيه، وممكن اتحكم فيها بسهوله من خلال البارامترز اللي في الاصل خالص. لو جيت مثلا وقفت في الفرونت اتحكم في المسافة دي مثلا. طبعا ايه، جهاز تقيل جدا عشان العناصر كتير. يبقى عندي حاجة بالشكل ده. تمام، طيب دلوقتي انا عايز مثلا لما اجي ارندر لما اجي مثلا احول بقى العناصر ديت لبرنامج الراينو، عايز كل حاجة تاخد ماتريال مختلفة. عشان اعمل الحركه ديت انا مثلا ايه محتاج، وليكن مثلا محتاج التغطيه اللي هي هتبقى خياميه ديت عايزه تاخد لون ابيض مثلا، او ادخلها في لير منفصله. التغطيه دي اللي هي كانت اسمها ايه، كانت هي اللوفت. ايوه بالظبط، كانت هي اللوفت دي. فهاجي اعمل ايه، هلغيها بقى من هنا واعمل لها بولر اري منفصل. يعني هدخلها هنا كده وهلغيها من هنا، اضغط كنترول واسحب كده عشان ايه تنفصل من هنا. تمام، فاصبحت موجوده دلوقتي ايه كلها موجوده بس في البولر اري ديت. فهاجي اعمل لها ايه، هاجي اعمل لها بيك وادخلها مثلا جوه لير، وليكن مثلا لير ديت، واخلي مثلا الديسبلاي باي لير مفيش مشكله، اعمل اوكي. فنلاحظ ان هي ايه دخلت في لير كده منفصله. تمام، بعد كده مثلا همسك ناخد بقى ايه ده كوبي كده وخلاص، هخفي بقى ده وهخفي ده.
بعد كده همسك، عايز مثلا امسك الحاجات ديت، البايب اللي موجود هنا ده برضو هدخله جوه لير، او ممكن مثلا ادخل جميع العناصر الانشائيه جوه لير، اللي هي مثلا عندنا الحاجات دي كلها ادخلها جوه بولر اري. بس هلغي منهم اللوفت، يعني انا مش عايز اللوفت يجي معايا. فايه تمام، آه ما فيش لوفت اصلا. فهاجي اعمل البولر اري ده، هعمل له بيك جوه لير 2 مثلا، وبعدين هخفيه من هنا، هعمل بريفيو عشان يختفي. ممكن اعمل ده ديسيبل مثلا عشان يختفي خالص. وبعد كده فاضل ايه؟ فاضل بقى بقية العناصر اللي موجودة هنا ديت، ممكن ادخلها كلها جوه. ماشي، ادخلهم كلهم جوه لير لوحدهم، اعمل بيك وخليهم مثلا في لير 3. تمام خلاص كده، يبقى انا ايه كده خلصت. هعمل سيف واقفل الجراس هوبر، وهمسك بقى ايه كل لير من الليارات ديت. وليكن مثلا امسك العنصر ده اللي هو موجود، المفروض ان هو موجود في لير 3. تمام ماشي، ممكن اجي مثلا لير دي لير 3 مثلا، واعمل ايه اغير الماتيريال بتاعتها، ماتيريال واخليها مثلا تكون حاجة شفافة. ودي مثلا وليكن لون احمر مثلا. هاجي على الجزء ده مثلا اللي هو اللير بتاعته، اللير رقم 1، وهاجي اخلي الماتيريال برضو هخليها تبقى مثلا لون ابيض بس شفاف. امسك بقى الاستراكشر، يكون في لير رقم 2، سيت بروبرتيز ماتيريال، خلي مثلا لونها يكون غامق شوية، ودي لها جلوس فينيش يعني حاجة بتلمع يعني، ورفلكتيفيتي. طبعا ايه اي شكل انا عايز اعمله بعمله بالطريقة اللي انا محتاجها. وكده يبقى احنا خلصنا الشرح بتاع تغطية الاستاد. ممكن مثلا الأول قبل ما أخلص هعمل ايه، هعمل الأرضية عشان الظلال تبان عليها، بتاعة الكيرفات بتاع السيرفس. تمام يبقى احنا كده ايه خلصنا التغطية بتاعة الاستاد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.